ادعولي. مع السلامة عمي. عن إذنكم، لا مؤاخذة. كلنا لا شد حيلك عقبال اولادك. والله العظيم انا فرحان. اي والله برافو رجاله، برافو رجاله. اضرب جامد، اضرب جامد، اضرب. يلا العب تدخن. خلاص يا اخوانا كلنا محتاجه حاجه. خلاص 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 والله يا اطلعك النهارده. خلاص يا خلاص. ادي انت دي بقى، خد دي. ايوه ماشي خلاص اهو. ايوه بشكل. اتفضل حضرتك. لا اتفضل، اتفضل اتفضل. انا موت، هموتك، هموتك. هما بيتخانقوا ليه؟ الظاهر سالفين من بعض فلوس ولا حاجه. بس ميتة اول خناقه. سخن سخن. انا طالع اعمل الحاجة. انا بتنرفز لما حد يجي ناحيتي. اوعى حد يوصل مطره. ارجوك تفتكر ابو الصلح ان الرحلة دي هتجيب نتيجة؟ بكرة تبوس ايدي عشان نصحتك تسافر معايا. يعني هلاقي شغل في اوروبا؟ اسألني انا. لكن انت ما سافرتش. لا ما سافرتش، انما ابن عمي سافر. هو قال لي ان الساعة في اوروبا توصل لعشرين جنيه في الساعة. حلوة اوي. عشان نقدر نسدد ديوننا. ديون ايه؟ تمن تذاكر السفر اللي مستلفينه. تذاكر ايه يا شحات؟ احنا هنرجع محملين هدوم. يعني هنبقى اشيك اتنين في الجامعه بجد. ولو شدينا حيلنا جايز نقدر نرجع بالمرسيدس. لا دي جامده قوي بقى بالصلح. ركك انت توقع واحده من اياهم. اياهم يعني ايه؟ مليونيره من بتوع اوروبا. مليونيره تحبني انا؟ يا ابن المصريين سوقهم ماشي في اوروبا. اسالني انا. برضه ابن خالتك هو اللي قالك كده؟ لا جوز امي. انت مش هتلاحق طول ما انت ماشي في الشوارع. الدنيا هتمطر عليك مليونيرات. مليونيرات ولا جزم؟ انا وقعت من ساتك وانت واقفه. يعني ما كنتش قصدها ولا دي ما بتعرفش عربي؟ الظاهر كده. يا نهار اسود، حلوه قوي.
بتجنن يا صلاح. تحفة أنتيكة. اتفضلي. عنك أنت بالإنجليزي، عنك أنت، عنك أنت بالإنجليزي. ده عليها كل صباع واخوه تتمنى انهم يندبوا في عين الابعد. احنا هنا في مصر نحب نبوس كتير، هنا في الحته دي نبوس بالانجليزي وبالعربي. مندوب الغدا هيجهز بعد نص ساعه يا سمو الاميره. طب روحوا انتوا. بتتكلمي عربي؟ ايوه. فوتك بعافية. يلا يا سيدي قبل ما نتهزم. يلا. استنى من فضلك. هو في الحقيقة يعني أنا آسف لو صدرت مني كلمة كده ولا كده. أصل يعني أنت بتعتذر علشان بتقول عليا حلوة. هو أنا وحشة؟ وحشة؟ قال له وحشة. هو ما كانش متوقع انك بتتكلمي عربي. انا متربية في مصر. ابدع ناس. وراجع الهند علشان بابا المهرجة تعبان قوي. الف لا بأس عليه يا سمو الاميرة. طب مش واجب برضو تجيبوا له دكتور يا سمو الاميرة؟ بابا المهرجة جاب دكاترة من جميع انحاء العالم، لكن الظاهر انه تعبان قوي، بعتوني عشان اشرف على ثروته واملاكه. هو ما شاء الله عنده كتير. حوالي 100 مليار دولار. 100 مليار غرر؟ دول يزيدوا عن 100 جنيه بكتير. وحضرتك مسافر فين؟ انا مسافر اوروبا. انا بابا مليونير مصري. مليونير؟ مسفرني عشان اتفسح. الفلوس عنده كتير، مش عارف اوديها فين. مستفة فلوس، مستفة في الدواليب. تفتح اوضه النوم تلاقي فلوس، اوضه المسافرين تلاقي فلوس، تحت الكنب تلاقي فلوس، فوق الكراسي فلوس، في الحمام فلوس، البانيو مستفة فلوس. البانيو نسيت التواليت. التواليت كله فلوس، السفون فلوس، العيال ولاد اختي بيعملهم قراطيس. فرصه سعيده قوي. يا ريت تفضل تتغدى معانا انت وصاحبك. ده بصاحبي ده السكرتير بتاعي. هتيجوا؟ اه طبعا. أنا في كابينة ثلاثة، وأنت؟ أنا في الكابينة اللي جنبك على طول. إيه؟ تعال هنا، فهمني، إيه اللي أنت عملته ده؟ كتم خالص، مش وقته، قدامي. أنت أبوك مليونير. وانا السكرتير بتاعك. جت قوي. افهمنا بني ادم، دي واحده ابوها مهرجه وهي اميره، عايز نقول لها اللي احنا تلامذه في الجامعه مسافرين درجه ثالثه؟ وايه يعني؟ هي هتناسبنا؟ مش يمكن. تأكيد اتجننت. ليه؟ مش يمكن تحصل معجزه واتجوزها وساعتها بقى نسيب المهرجه؟ لكن اكيد هتعرف ان ابوك صراماتي وانكم ساكنين في ضرب المقشات. مالها ضرب المقشات؟ ساعتها هتكون حبتني، واللي بيحب ما يهمهوش اذا كان اللي بيحب ابن صراماتي او حتى ابن كلب. اعقل يا ممدوح وبلاش جنان. ده انا بقى 60 مجنون لو سبت فرصه زي دي تطير من ايدي. يلا اتفضل قدامي. اتفضل. على فين؟ نغير هدومنا ونروح لها. هي مش عازمانا على الغدا؟ عازماك انت. تو مليونيرات زي بعض. ايش وصلنا انا يا كحيان؟ يا ابني تعالى بري نفسك بحتتين لحمه. الله الغني. بلاش. ما انت قصدك والشفاء يا شيخ. ايه برضه مش جاي؟ لا بلاش. على العموم هحاول ابعت لك حاجه من بقيه الاكل. We'll be right back.
طفولة جميلة أيامها قليلة بتفوت زي الأحلام. يا سلام يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على المية وعلى الحمام. يا سلام يا سلام يا سلام على المية وعلى الحمام. القلب النون الفاضي بيكون متهني وراضي يكبر يفتكر الماضي يلاقيها أجمل أيام وطفولة جميلة أيامها قليلة بتفوت زي الأحلام. يا سلام يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد يا سلام. انا عايزة عشان مستقبلكم قبل ما اوصلكم حوصيكم. الحب جميل زي جمالكم الحب ينور لياليكم وكل امل بعيد بالحب تحققوه والقلب احلى وحديد بالحب تلينوه. يا معدن وبيبقى حبيب من حب نصيب. ايوه انا جاي ايوه انا جاي طبعا اجي مجيش ازاي حد تنادي عليها اموره زيك حلوه كده وما يجيش اما صحيح تلاقيش معذوره علشان لسه ما تعرفنيش عمري ما شفتك ولا في الصوره يبقى اصول ما تكلمنيش عايز ايه تلم طوعني ما معيش فكه ما تفكيش ده انت صحيح متعب وايه يعني متعب متعب بس اعيش. روح شوف لك حمام تاني واصطاد من وش المية روح شوف لك حمام تاني واصطاد من وش المية. امال مين اللي ناداني ده انت اللي ناديتي عليا طب ده انا شايفك بوداني وكمان سمعك بعنيا ما ندهت لكش لا 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 تكذبي انا ما اعرفكش لا 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 تكذبي واحد ماليش علاقه بيه ازاي افكر بس فيه بيقولوا اللي ما تعرفيش احسن من اللي تعرفيه. انا خايفه بس تكون كذاب وانا قلبي خالي ولسه شباب صدقيني جربيني شوفي عيني تثبت لي بإن انك مضمون تفضل وافي وعمرك ما تخون اعزميني اكليني لقمه طريه ده عيش ومل ما يتنسيش حبيني يلا وما تخافيش ايه قلتي ايه ايه قلتي ايه ايه قلتي ايه هقولك ايه هقولك ايه اهو برضو احسن من ما فيش هقولك ايه هقولك ايه اهو برضو احسن من ما فيش هقولك ايه هقولك ايه اهو برضو احسن من ما فيش. اتفضل يا ممدوح بيه. اتفضل 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 شكر اتفضل حضرتك. نعم Thank you.
اهلا وسهلا. في حاجة يا فندم؟ لا أبدا، بس أول مرة بشوف حد بيشرب بالشوكة. أصلها يا فندم شوربة هوا، ومع ذلك أشرب المعلقة. انك ام ممتازه جدا. انا مش امهم. عظيم. امال دول ايه؟ انا مدرسه ودول ولاد اخويا. اه كده. بابا ما سابليش حاجه، اشتغلت مدرسه بعد ما توفى على طول. الله يرحمه. ولاد اخويا كانوا عايشين مع جدتهم في مصر، وانا بوصلهم لباباهم ومامتهم في بيروت. كويس ان جدته ما بعتتهمش بالبوسطه. ما كنتش هتعرف بصاحبه اجمل صوت سمعته في حياتي. صحيح صوتي جميل. يكنن. انت ثروه ما تتقدرش بتمن. انا صوتك ياه، مش الدرجات دي. صدقيني انا افهم في الاصوات والمزيكا. عارفه انت لو سبتلي نفسك ممكن اعمل معاك اللي عمله بليغ حمدي مع عفاف. ها؟ راضي وابقى مطربه مشهوره. وانا على حلك، انا عندي مجموعه الحان تهبل، بس ما كنتش لاقي الصوت اللي يغنيها، والحمد لله اديني لقيته. اسمعي دي السيمفونية الناقصة. علي بعده. اسمعي. كتر الصوص وحياتك، اصلا احب السقساء. عظمة وقفت في زوري.
الحلو. لا معلش مش حاضر، اصل بطني اتنفخ. الله هايل، برافو. متشكر قوي. قول لي بقى الكلام. كلام ايه؟ كلام الغنوة اللي هغنيها. الكلام حقيقة هو في مخي بس مش فاكره دلوقتي. لكن اطمني، على ما نوصل بيروت هكون افتكرته ضروري. ايه ده؟ انت جايب لي قهوة سادة؟ تحب نعملها لك بسكر؟ لا معلش، مرة تانية بقى. هتمشي؟ اصل انا متعود انام بعد الغدا، خصوصا لما تكون اكلة دسمة زي اللي اكلتها دي. هنشوفك بالليل؟ بس ما تعشاش. عندك مانع؟ ده انا يحصل لي مزيد الشرف يا فندم. اتفضل. لا والله العفو مش ممكن. اتفضل انت الاول. متشكرين جدا اسمي والأمير. العفو ممدوح بيه. تفضلي. لا اتفضل انت الاول. فين انت؟ مش قلت انك نازل في الكابينه اللي جنبي؟ انا اصلا انا هتمشى شويه على ظهر المركب عشان احب اهضم شويه بعد الغدا. الله، انت مش قلت انك بتنام بعد الغدا؟ انا قلت كده؟ فعلا فعلا. طب اتفضل. لا اتفضل انت الاول. لا اتفضل انت الاول. سلام. السن. سلام. بركبوا الهوا حلاوتي كده النوشة. لكن دي أول مرة في حياتي أشوف واحد أكل الهوا. يعني كنت هعمل العزومة منين؟ احنا طالعين المركب على فيض الكريم. لكن نظرة هيقول علينا إيه؟ هيقولوني ده سلو بلدنا في الأكل. خبطي ليه؟
وعايزه تقابليه تاني ليه؟ ما تخافش عليا، سيبني اتكتك، ممدوح ده هينفعنا قوي في خطتنا. حلاوتي كرنوشة. المهرجة عنينا. انت المهرجة طحال اباد. هموت من الجوع. شرح، طب انت اكلت الهوا لكن انا مش لاقيه. تعال معايا هاكلك. تبقاش مجنون، الريس حسن لو شافنا هيودينا في داهيه. حسن مين يا ابني وبتاع مين؟ ده احنا اللي كتفنا الزبق ومسمرناه بحبال الريح. يعني هناكل زبق؟ لا هنكتفه. تعال تعال. يلا. مساء الخير يا فندم. أهلا. احنا متأسفين قوي على اللي حصل النهاردة فندم. ما احنا بتوع الخناق، العيال الصيع. ايوه الجربيع. ايوه ها. علوم معلش، حصل خير. هو في الحقيقة احنا جايين نعتذر يعني. الحقيقة اقعد يا صلاح، اقعد، البيه مش غريب. انت مكسوف ولا ايه؟ اقعد. انا قاعد. في الحقيقة هو فصل بايخ شوية، لكن اللي حصل ده غصب عننا يعني. طب تاكل ايه؟ بفتك. بفتك مش بطال، بس الملح زيادة شوية، مش كده صراحة؟ خد دوق كده. انت مش عايز تاكل ليه؟ مكسوف يا سيدي. المحاكم رأيه تقول له اتفضل، والنبي قول له اتفضل، قول له بس اتفضل. الحقيقة بقى احنا لما عرفنا مين المرحوم اللي جاي معاك قلنا لازم نعتذر. يعني ايه؟ يعني ما كانش صح ابدا نعمل العملة البايخة دي يوم وفاة المرحوم. انتوا كنتوا تعرفوه؟ كنا نعرفه. عز المعرفة وحياتك، ما كناش بنفرقه ليل ولا نهار، ده كل اسراره كانت معانا. كل اسراره؟ عمره ما خبى عننا حاجة، حتى اسم امه. أنا يا فندم أعرف المرحوم قبل ما يموت وبعد ما مات. كنا ميتين مع بعض في المدرسة. كده هو. أهلا وسهلا. أنا إذنكم. كنت هموت من الجوع يا لك. أديني أكلتك في مطعم الدرجة الأولى. الحمد لله ان الرئيس حسن ما شفناش ولا شفنا. هو على يهمنا منه؟ ده باين عليه اهبل قوي يالا. اه وتلاقي مخه تخيل. شكله عامل زي الخنزير البكر يا جدع، ده شبه الترماي. تلاقينا عامل بيه محترم ومراته في البيت تديله على قفاه. ده عليه حته قفا يا جدع، حته قفا. كده اهو. ايه ايه بتغمزني ليه؟ الكلام ده مظبوط ولا لا؟ قدام انت وهو من غير شوشره. بقول انت وهو، انا ماليش دعوه. انت قبل منه. اوكي قدام. اوكي اتفضل امسك من هنا. امسك. هات هات هات. طب اخد حته لحمه. بلاش يظهر قدام انت وهو. يا جدع اطلع قدام. ما تزفرش القميص. وناوي تعمل ايه؟ ازاي تسيبهم بعد ما عرفوا كل اسرارنا؟ يعني كنت اتصرف غلط واكشف نفسي قدام الركاب؟
لو الحكايه دي صحيح لازم نتصرف معاهم بسرعه. احنا لازم نلاقي حل. ما تخافوش، انا هعمل اللازم. يعني ما معكوش فلوس خالص؟ لا لا، معانا يا بيه. معاكوا ايه؟ الستر والحمد لله. يعني الستر اللباريزة اللاشيلن تمشي، يعني تمشي. وهتعيشوا ازاي؟ وهتاكلوا منين؟ هنشتغل. صفنوا كافح، صفنوا كافح كفاح الابطال من اجل تحرير الانسان من عبودية أخيه الحيوان. ترى الكفاح إلا كفاح في الكفاح وفي ما تقول حاجة. أول ما نوصل بيروت هندبر أي شغلانة نلم منها تذاكر السفر لأوروبا. ها، وعلى ما توصلوا بيروت هتسببوا إيه؟ بركة فيك بقى يا ريس حسن. أنت راجل حمار وكويس وبتفهم يعني. أنا أول ما شفتك قلت إنك طيب وهتخدمنا. أصل بان عليك راجل جدع جدع يعني. جدع ولا مرتي بتضربني على جفاي؟ جفاك فشر. صعبا علي جفاك. انت بتصدق كلام الواد ده؟ ده ولي الادب. اهله كانوا عايزين يودوه الاصلاحيه. انت ازاي تقول جفاك يا واد؟ انكت منك له. على العموم اللي ما ربهوش اهله يربيه الريس حسن. انا ما ادبت قال عن منكم طبعا. واحنا هنروح فين جاب المجرمين اللي انت تعرفه؟ اني اعرف مجرمين؟ مش حضرتك اللي قلت؟ مش هو اللي قال ابو الصلح؟ ايوه انت قلته، ما تبقاش عايل بقى. انا هشغلكم. ربنا يخليك. يوليك ما يولي عليك. ايوه والله يا قادر يا كريم، خد من قلبي وحد. لكن لو ما نفذتوش الاوامر وما سمعتوش الكلام هرجعكم مصر عايمين. احنا من ايدك دي لايدك دي. انا اعتبرنا عربية كارو وحضرتك الحمار اللي سحبها. ها؟ اخرس يا جليل الحياة. انت بقى ورايا. تعال هنا. هتروح مني فين؟ الزحلومة في الحلوش والمحلولة عنوش. والعمل يا صلاح؟ أنا هنعمل إيه؟ هنفضل نغسل ونمسح في المركب لحد ما نوصل كده حلوين. نغسل إيه ونمسح إيه؟ أنا ما بتكلمش عن كده. أمال إيه؟ سمو الأميرة اللي عزماني الليلة دي. يا عيني على سمو الأميرة. لما تشوف ابن المليونير وهو بيمسح في المركب. يمسح في المركب؟ وحياة ابوك بلاش هزار. اجيب منين بدلة اروح اقابلها بيها؟ اقول لك خد. ايه يالا ده؟ خد بدلة الريس حسن معفنة وكلها سمك. خد شيخ اجري وده بتتلهي كده. انت تسيبك من حكاية سمو الاميرة دي وتحب لك واحدة على قدك زيي. انت حبيت تقلة؟ حنان. اسمها حنان وكلها حنان. ايه ده؟ انا لسه هحكي لك بقى. يا سلام يا سلام. حسيت يا ممدوح اني اول ما شفتها حبيتها. عالي جو جو. مين ده يا اخويا ده اللي حبيتها؟ تجنن لو انت. ها؟ ايه ده؟ مين دي اللي حبيتها؟ انطق خلقتك يا ريس حسن. تجنن. اول ما شفناها وقعنا في غرامها. ده انت عليك خلقه. انت مين اللي وسخك كده؟ لا 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 مش معقول. معقول الكلام ده؟ لا 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 استنى بقى. هات الفوش اللي بيحصل ده. لا لا مش معقول. مش معقول كده. استنى بقى. انا حطيت ميه عليك. ايه اديله ميه؟ لا لا ادي فرشة. امك اديله فرشة كده. اديله فرشة. ظلط له دماغه. الحقوني الحقوني. سيبه بقى. جبناك لنا ولا حركت الشربة؟ سلام عليكم. اجري بقى. سلام عليكم. سلام عليكم. انا هطربك عليك. انا وراكم وانت مقويه. We'll be right back.
الفتنة والعذاب وهواك عايشين لبعضينا. سعد حمو ادي الواد لابوه. انا نسيت الحاجات دي من زمان. ايه عطشان يا صبايا دلوني على السبيل عطشان. خف يا ابني للمركب هتغرق كده. دول بقوا اتنين. مساء الخير. علي النعمة انت مفتري يا وحش. عيب لما تقابل حد وانت لابس الكلام الفارغ ده. لا مؤاخذة. وراهم مستني ايه؟ ممدوح بيه؟ سمع والأميرة بتعملوا ايه؟ لا ابدا ما فيش. بنجري. بتجروا من ايه؟ لا ابدا رياضة. اصل انا متعود اجري كل يوم نص ساعة وهي خلصت. لسه ما خلصتش. اجري. اه فعلا لسه ما خلصتش ومش هتخلص بين عليها. ايه ده؟ سنجاب عرفنا بيجري ورانا ليه. لكن التاني اخينا بتاع المطعم. ايوه بيجري ورانا ليه؟ طبعا عايز تمن اللي اكلناه. يبقى يقابلني على راي المسهل. عريان بيجري ورا بلبوز. اقعد يا راجل اقعد. ده انا حلف اطعم الجري. مالك انت خايف منه؟ مفيش منه خطر. ده خلاص اتخرج وخطف فرغ ما بيسألش في حد. مش انت ما بتسألش في حد يا عم. مين اللي ماسك ايدي؟ مين اللي ماسك ايدي؟ مين يمسك ايدي ليه؟ مين اللي ماسك ايدي؟ هو انا عملت حاجة؟ يمسك ايدي ليه؟ انا غلط. انا ادي راجل يخور. السلطان جوز بنته للشاطر حسن وعمل لهم فرح 40 ليلة وليلة. مش معنى 40 ليلة وليلة. ليه ما يكونش 40 بس؟ ولا 42؟ الله الحدودة كده. هي كل اللي حواليك كده. كده ازاي بقى؟ يعني السلاطين لازم يجوزوا بناتهم لشاطر وكلهم اسمهم حسن. بس السلطان جوز بنته لواحد اسمه هشام وهو يعني مفيش عروسة ما تعملهاش فرح 40 ليلة وليلة. ناموا بقى يا حلوين احسن ما عاد نومكم فات. وحضرتك لابسه كده عشان هتنامي؟ هخرج اشم شويه هوا ولا عندك مانع؟ تصبح على خير. وانتوا من اهله. مساء الخير.
ما معكش كبريت يا والدي؟ يلا امشي امشي. وحضرتك اشكون محلي ده؟ طيب خلاص خلاص اعوذ بالله. يلا امشي امشي يلا امشي. قول لي ولا تخبيش يا تيس، ايش يقول الحزب البيض؟ يلا امشي. عارف لو ما كنتش عواجيز. طيب يلا يلا يا حمار. ده برضه مصمم تروح لها؟ اطمن محدش هيعرفني، اديك شايف الرئيس حاسب بنفسه بيقول لي يا والدي. والله انا خايف عليك. ما تخافش، المهم انت هتعمل ايه؟ ده مالك بقى، روح انت لحالك وسيبني انا في حالي. اشرح له اله. الله يعطيك العافية. شحفظة نحن نبحش على حبالها. انت اسف لو كنت ازعجتك. بالعكس، ده انا كنت عايزة اشوفك. صحيح صحيح كنت عايزة تشوفيني. وليه لا؟ كنت عايزة اطمن عليك. لا ما تخافيش، انا يا ما غرقت قبل كده، كله بفضل دعاء الوالدين. الشوك في المركب. اسمع يا اخينا، انت هات لنا لحمه. لا 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 بلاش، هو انت سنانك تستحمل يا عمو؟ ما انا جايب معايا طقم احتياطي، وكان عندك فراخ هاد وشويه طبيخ وسلطه وعيش وبدله. ايه ده كله اللي طلبته يا عمو؟ ما انا مليونير بقى، واتدفع قبل ما اسيب المركب، ورحمه امي ما انا سايبها. حلاوه عيون حلاوه. يلا بينا يا حلو. على فين؟ ننام. حابة بس نتفرج عليها يا صبي. لا أنا مش قادرة، حاسباك أنا وبحصلني. على كيفك يا روحي. ما تتأخرش. ودي تيجي برضو؟
ده انا حامل عمايل. حنان انا مش مصدق نفسي. ولا انا. ازاي ده حصل؟ مش عارفة. ازاي حينتي؟ ده حيبتدي. لو قلتلك انك اول حب في حياتي هتقولي ايه؟ هقولك وانا كمان. وان قلت بحبك قوي هقولك مش اكتر مني. وان قلتلك نتجوز هقولك يا ريت. هشتغل يا حنان. هساعدك. هنعيش في اوضه فوق السطوح. كفاية علي أعيش في قلبك. يمكن نجوع. هبص لك أشبع. جايز نحس بالبرد. حضنك هيدفيني. بس ما تصحينيش من الحلم اللي أنا فيه. فوت بعد شهر يا عسل. حنان حنان اسعى الشمس طلعت. ده وقته ليلتك مطينه الطين. يا ممدوح الريس حسن اهو فوقتنا. الله يخرب بيتك. ايه كده؟ طيب مش قادر اقول لك انا مبسوطه قد ايه اني عرفتك يا عم. لو على الاقل انا مستعد اقول لك للصبح. اقعدي اقعدي يا شيخه. يا عم انا مش قدك. انت تعبتني قوي 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 وعايزه انام. يا بنتي حد يسكر وينام؟ امال اللي يسكر يعمل ايه يا عم؟ يشم الهوا فوق. تعال تعال. لا 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 انا خايف اقعد معاك لوحدي. ليه؟ اصلك حبوب قوي امور قوي. تتاكل اكل يا عمو. انا اهو كليني بقى. بعدين ممدوح يزعل. ما ينفرق الممدوح. هاد ما يخبط دماغه في الحيط. ممدوح ده ايه؟ ده حد عيل كان لسه بيجري ورا عربيه الرش. ممدوح ده ايه؟ ده كبير كلب. الله ده ما بشتمني. تعالي 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 جوه. عندك؟ عندي؟ لا عندك. انا ما بدخلش رجالة عندي. تصبح على خير بقى يا عمو. يعني ده اخر كلام؟ انت كمان لازم تنام لحسن تتعب. وانا لسه هتعب. سلم لي على ممدوح واشكره لي قوي 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 انه خلاني عرفتك. عمو انت بتاخد حبوب؟ عيب يا عمو عيب. خش نام خش نام. اشوفك بكره لكن وانا نايم هشوفك في الحلم. وانا هشوفك في نفس الحلم. صباح على خير يا بنات العزيزه. باي باي يا عمو. عيب 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 عيب. يلا خش خش نام. قبل ما تنام يا حبيبتي؟ لا ابدا. ولا انا. نعم
الظاهر سيادتك نسيت قبل ما تمشي يا فندم تمضي على الفاتورة. فاتورة ايه؟ انا دفعت الحساب. مش دي كابين اربعة يا فندم؟ ايوه يبقى مظبوط، دي فاتورة البار. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجة. بريه اللي بتتكلم عنه ده يا فندم، دي فاتورة الشمبانيا والعشاء اللي طلبها والبيه هو والست اللي كانت معاه. شمبانيا وعشاء وواحدة زيت؟ حضرتك بتسربني وتستغفلني وتروح تتصربع مع ستات المركب؟ اسمعيني بس هفهمك. روح انت اجري وبعت المتر بتاعك. انا هموتك، هشرب من دمك. طلعني طلعني حالا يا غشاش يا خايف، طلعني بقولك طلعني. هو احنا لحقنا؟ حد يا بني ادم يسيب عروسته ويعمل كده؟ اوعى اوعى يا شيخ. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ ايه النيلة دي؟ ده كلام؟ وكمان مخبيان راجل تحت السرير. ابدا. اشربي يا ننوسة. ميرسي يا بابا. دي عاملة تعمليها؟ مش وقت يا زناتي. خمرة بتخلي اللسان يفلت. مين عارف قالت ايه اللي كانت سهرانة معاه؟ ما تخافش، انا حسبت قوي على كلامي. الخطة دي لو راحت من ايدي بسببي هنسى انك بنتي خالص. انا اديان طوب الارض علشان اغطي مصاريف الرحلة دي. دول نص مليون جنيه. اتطمن هتوصل لهم لو موجودين مطرح ما بيقول بابا. موجودين في التابوت وقميص به نايم فوقهم. سمعت هو بيشرح لجوهر الخطة. كنت داخل اقدم لهم القهوة ودني لقطت الكلام على الباب. عرفت ان ناوي يهرب ثروتهم البلد. قلت الله، طب انا اولى بيها، ده انا بشتغل عنده بقالي 15 سنه. بس يا خوفي لا جهر ولا حد من رجالته يشوفها. انا بالشكل ده محدش ممكن يعرفني ابدا. ثم ان جهر ما شافنيش غير ثانيه واحده وانا بقدم له القهوه. وانيس بيه؟ انيس بيه؟ انيس بيه اللي هطلعه على وش المركب. تلاقيه ناوي بيشخر فوق ثروته. ايه اللي خلاكوا تكذبوا وتقولوا انكوا تعرفوا المرحوم؟ هو المرحوم زعل. انتوا كذبتوا ليه؟ عيالة بيه، ده احنا اهلنا غلبوا معانا من قلة حيان. مش اهلنا غلبوا معانا ابو صلاح؟ يا عم ليه احنا لينا اهل انت راخر؟ شيخ اتنايل، قصدك ما تعرفش ابوه؟ خلص، انا ابوه عنده 100 مليون وهو رهول. تخرس حظك من السما اني متكتف كده؟ فكوه. انا ماليش دعوة، انت اللي جبت الكلام لروحك. اديني فكيتك اهو، ورينا هتعمل ايه. تصدقت يا جدع، ده انا كلام انجي ولا بهش ولا بنش. اربط يا جدع، خلي الراجل يشوف شغله. يلا ناويين تقول الحقيقة ولا لا؟ شوف يا بيه اخرس انت، كفاية وديتنا في ده، يعني كان لازم تغدينا معاه. شوف يا بيه، أنا مستعد أحلفك على المية تبقى تلك. إزاي يا يالا؟ معرفش، اخرس. إحنا لا نعرف حاجة عن المرحوم ولا شفنا أي حاجة عن المرحوم. يعني ما تعرفوش إيه اللي موجود في التابوت؟ هيكون جواه إيه يعني؟ المرحوم طبعا، ولا فكرك يعني في نص مليون جنيه؟ انا قلت حاجه غلط؟ وبتقول ما تعرفش حاجه؟ وشرفك انا طول الله برسيم. امال مين اللي قاعد على النص مليون جنيه اللي في التابوت؟ خدوا بالكم منهم لحد ما اسال هنعمل ايه معاهم. عاجبك كده؟ يعني كان لازم تتسحب من لسانك. انت مالك انت لو تبوت فيه نص مليون ولا مليون بحاله؟ بخرف وانا شعرفني بقى اني هطلع واد بورف. اي اوامر تانية؟ يعني هنفذ اللي اتفقنا عليه بالنسبة للعيال دول، وهو كذلك. تصبح على خير. في حاجة يا منشير؟
حاضر. تفضل. تصبح على خير. مساء الخير. اهلا. سعادتك ما لقيتهمش؟ مين دول؟ الولدين الصيح اياهم. ممدوح وصلاح؟ لا ما لقيتهمش. ارجوك لو عرفت هما فين تديني خبر. اخي يا ناري لو طبوا في يدي وشرف سعادتك لرجعهم مصر عايمين. هتسيبونا؟ مش قلت لك يا جدع انهم عيال؟ يا جدع اسكت. أنا متشكر أو أخ، أنا شخصياً هعتبر اللي حصل ده مجرد هزار. إن شاء الله معرفة خير بإذن الله. يلا بينا يا صلح. يلا يا سيدي. سيادتك عايز إيدي في حاجة؟ يلا. إيه يا شباب؟ أنتوا رجعتوا في كلامكم ولا إيه؟ هو معقول نسيبكم؟ إحنا لازم نوصلكم. أوكي. أنت وأنا تاكسي يا جماعة. خف قوي الراجل ده، عسل شربات من الكرب ورحمه امي التوصيه مسعود. اخرس يا كلب، اخرس يا كلب. مش عارف ساعه تبيع عايز يتكلم. اتكلم يا بيه. انتوا فاكرين هنوصلكم لحد فين؟ لحد سريرنا طبعا، لحد البحر. نعم، بس انا مش عايز استحم. انتوا مش هتستحموا، انتوا هتقعدوا تحت في القرار ويا الأموات. ده فين؟ ده حلوة قوي قوي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. مين؟ الرئيس حسن. سعادتك عثرت عليهم. بالصدفة. مش بالصدفة يا رجالة؟ بالصدفة. طب بعد إذن جنابك سلمهم لبقى. إحنا تحت أمر اللي خلفوه. إحنا من إيدك دي لإيدك دي ولادي. خلاص بقى يا رئيس حسن، سامحهم. سامحنا ده يا جدع؟ بقى نعمل فيه العماد دي كلها ويسامحنا؟ ده حتى يبقى راجل هوزو. شاهد. وأنا كمان شاهد. الواد قليل أدب وانا بقى اكتر منه. وانت لا مؤاخذه، وانت لو عندك دم تاخدنا تحطنا في السجن. اقفش. ايوه، وتقفل علينا بالمفتاح وتشيل المفتاح في جيبك عشان خاطري بقى يا رئيس حسن. سماح المره دي. خلاص هعتبرها اخر مره. ايه؟ لا مش اخر مره. وعلي النعمه كل ما هشربك كل ما هزقك يا حمار. معلش، مكرومين عشان سعاده البيت. بمين يا فشله؟ يا ابو زمار انت. طب انا هقول لكل اللي في المركب انك ساقط اعداديه. صح. معلش، مكرومين عشان سعاده البيت. ده ما عندوش دم بقى. يعني مش هتحبسنا؟ لا، هعتبر انكم عجلتوا. عائمة. لا احنا عائمة. وراهم. اوعى تقوم. امسك امسك امسك. يا ستي يا رب. ايه يا ماما؟ ما تخافوش يا ولاد، خليكم زي ما انتوا. ايه ده؟ مين؟ افتح بسرعة يا حنان، انا صلاح. ايه في ايه يا صلاح؟ وانت مين؟ انا مين؟ ما تقول لها انا مين. ده ممدوح. ممدوح. ممدوح مين؟ ممدوح. انا عارف ممدوح مين بقى. هو بيقلع هدومه ليه؟ اصله احب اغير كتير من واحد صاحبه. ما تفهموني ايه الحكايه؟ اصل في عصابه في المركب بتطاردنا وعايزه تقتلنا. انتوا بتعملوا ايه؟ طيب طيب يا ست هانم، احنا بنسوي حد خبط على الناس بسعد ايدي. انا هشتكيك لقبطان المركب. قبطان المركب؟ بتقول قبطان المركب؟
خالص اعتذار يا فندم. احنا بندور على اتنين خطرين. خطرين؟ هنا عندي في الكابينة؟ شفناهم جايين الناحية دي. قلنا ندور عليهم قبل ما يأذوا حد من الركاب. بس انا ما حسيتش ان حد دخل عندي هنا. بس الاحتياط واجب يا فندم. اسمح لنا نفتش الكابينة. تفضلوا. ارجوك سيب الولاد، انا ما صدقت انيمهم. ما تخافيش يا فندم، ده انا بحب الاطفال جدا وبكون سعيد قوي لما اشوفهم نايمين. يا سلام، زي الملائكه بالظبط. خالص اعتذار يا فندم. لا مؤاخذة يا ست هانم، لو كنا ازعجناك. احنا كل اللي بنعمله ده لمصلحة الركاب. وارجوك تنسى حكاية القبطان دي. حصل خير. خالص اعتذار يا فندم. تعال قوم، انا مش قادر اقوم. خد ايدي يا حبيبي، انا نسيت حاجه. طب خد ايدي يا حبيبي، حط رجلك. طب حط رجلك اهو، حط رجلك. طب امسك كده عشان انا عايز ده. انت تدور في الناحيه دي واحنا ندور في الناحيه التانية، واللي يلاقيهم منينا يقابل التاني على ظهر المركب. اتفقنا، لازم نلاقيهم قبل منه. الأوامر ان احنا نقتلهم قبل ما يكشفوا السر ويودونا في داهيه. دبرني يا ممدوح، تدبر لي الله يا ابو الصلح. انا رايي نروح نقابل القبطان ونقول له على الموضوع. نقابل ازاي؟ هو معقول هنفلت من ايدين الرئيس حسن؟ حتى لو فلتنا من ايدين الرئيس حسن مش هنعدي من ايدين القتالين القتله التانيين. يا ممدوح انا مش خايف من العصابه، انا خايف من اللي هيعملوه فينا. يا نهار اسود، دول هيعملونا كفته. انا عايز الهبل قوي 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 يا شيخ. يا ولاد عيب الكلام ده، اصلهم مصعبين الحكايه قوي. ما تحلها انت اخويا. مش قادرين نروح لقبطان المركب وهو جل. ازاي؟ التليفون. الو، ايوه انا قبطان المركب. افندم بتقول ايه؟ في عصابه خطيره على المركب مهربه نص مليون جنيه. ايوه، وعايزين يقتلونا. ايوه، يا تلحقونا يا اما هيشمبرونا. ايوه هيهنكرونا هم، واحنا سعاده البيل قبطان ما الناس صدر حنين غيرك، لانك كما قال الشاعر: علو في الحياه وفي الممات ترملم ترملم ترملماتي. ايوه اصل انا ثانويه عامه قسم ادبي وجايب 22%، هخش المطاف. انتوا بتتكلموا منين؟ كابينه 9؟ طب انا جاي حالا. زي دول اللي فاتوا من الجبل. ما انا انت ايه؟ سوء تصرفك خلاني اخرج من التابوت علشان اخلص عليهم بنفسي. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان ممكن انكشف، لازم تخلص عليهم بسرعه. اطمن، ما دام عرفت هما فين يبقى مش ناقص غير رقبتهم. خد بالي نفسك يا ابو الصلح، بالذمه ليك نفسي تاكل ازاي؟ مش يمكن نخش مع الحراميه دول في خناقه؟ نتأولهم شوية. يا جماعة يا جماعة افهموني بس، القبطان بنفسه جاي لكم هنا وأكيد هيقبض على العصابة. وإن ما قبضش عليهم إحنا معاكم. وعلى رأي المثل يوضع سر في أعيال خلق.
طمن يا ممدوح، معنا شويه عيال جدعان. المركب هتوصل مينا بكره، العمليه لازم تنتهي الليله. المهم اعثر على ممدوح او ابو ممدوح. انت متاكده منهم؟ الاتنين بيحبوني. اختش يا بنت، ده شغل يا بابا. ما هو ده اللي مسكتني. المهم هتعمل ايه انت وزناتي؟ هتجيبوا الفلوس من التابوت. انا هبعد ممدوح وابوه عن الكابينه، تاخدوا الفلوس وتخشوا على الكابينه تخبوها في شنطهم. لما توصل المركب هناخد منهم الشنط وبس، خلاص. طب وان ما عرفناش ناخدها منهم. امال انا جايب ده ليه؟ لا احنا ما اتفقناش على كده. انت عايز تودي نفسك في داهيه يا بابا؟ خايف عليا ولا خايف عليه؟ وماله، ممدوح شاب لطيف وغني قوي قوي قوي، وانت شحاته وبنت شحات. قوي قوي قوي، بس الحب ما يفرقش بين بنت الباشا وبنت السبرساجي. ده كلام افلام. واذا كان هو مليونير فانت هتاخد الفلوس وهتبقى نص مليونير. حاجة غريبة، أنا مش قادر أصدق. تأكد سيادتك إن صلاح مش كذاب. مصدقاني يا حنان؟ مصدقاك يا صلاح. من قلبك يا حنان؟ من قلبي يا صلاح. خرب بيتك يا صلاح. خليني واقف أنا كده بقى، ما أنا كومبارس، هفضل واقف أنا يا سيدي. ما تسيبك من قلبك وفي الشتا وخلينا في المصيبة اللي احنا فيها. انتوا متاكدين ان التابوت ده في واحد مستخبي؟ يا سعاده البيل قبطان، احنا شفنا ايده وهي خارجه من التابوت. اه، وكان فيها خاتم شكله غريب جدا. ده لازم مجرم خطير، انا هقبض عليه حالا. بس يا فندم، مجرم بالخطوره دي لازم يكون معاه سلاح. انا كمان مسلح. كلنا مسلحين بالايمان وهب بارت النافعه. سلاح؟ يا ريت كلنا نلعب صلح. اتفضلوا. على فين يا فندم؟ نفتش الكباين عشان نشوف اللي خطفوه. مش قلتلكوا الكابتن هيساعدكم؟ هوب. احنا متشكرين قوي يا كابتن. احنا يا فندم عاجزين على الشكر الحقيقه. المرحومه اهو. ايه ده؟ اهلا يا فندم. محدش اتحرك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. محدش اتحرك مطار. اهلا وسهلا. محدش اتحرك. محدش اتحرك خالص. محدش اتحرك خالص. محدش اتحرك. اكرهه اكرهه. والشاطر حسن اتجوز ست الحسن والجمال بعد ما فطسوه. قفشتكم، تعالوا. وجحتوا ومحدش سمع عليكم. يا اخي الدراع بيوجعني من الحته دي، مش عارف. سلام يا اخي. ابو يا بطني يا ابو يا ابو يا عمود يا فجري. البس بس قطان والوش مش وش قطان.
المركب دي ملهاش كبير ولا ايه؟ قلبوا المركب فتشوها حته حته، لازم تعرفوا مين اللي عمل كده. ولا يا دوح ولا يا ممدوح ولا يا لهوي. خليكم انت هنا، انا هفتش كل الكباين بنفسي شخصيا. قفشتك لا مؤاخذة مسمسين بدماغي انت على الاسمسين. مين تامر؟ اكيد مصيبة من مصايبك. طب بس لما نوصل احلق شنبي ان مرمت عليك يمين الطلاق اول ما احط رجلي في المينا. يا حبيبتي هشوفك. اخر روح شوف مين. مين؟ ايوه نعم، احنا بنفتش المركب بناء على اوامر القبطان. ليه؟ فيه ايه؟ لما اقبض على عصابة اقول لك. انت بتدور على عصابة؟ ايوه. ابعد عن هنا. تسمح؟ سمو الامير. سمو زفت. ايه اللي جابك هنا؟ ودي صوتك ارجوك وما تسألنيش وما تحرجنيش وما تكلمنيش. قصة حب قديمة. طب ومراتك؟ هتعمل لي فضيحة لو شافتنا. بتعمل ايه عندك؟ بتكلم في التليفون واكد لك يا ست هانم ان مفيش واحدة ست تحت السرير. اهو ده اللي كان ناقص، مش بعيد يعملها ويجيب واحدة من الستات القلاطيش بتوعه يخبيها تحت السرير اللي بنام عليه. خيالية او مراتي. وانت بجح قوي. تصبحوا على خير. اللي حكيت اجيب واحدة واخبيها تحت السرير دي. هو معقول ابص لغيرك يا حياتي؟ ابعد عني يا خاين يا غشاش. احلفلك بالغربة اللي احنا فيها دي، انا بحبك من ضفر رجلك لمنبت الشعر في أفاكي. انا قلت بس شيلة ادب انت هو. يا عالم خلي عندكم دم، راعي الجيران اللي تحتيكم شويه شويه، دم اللي تحتيكم الله يظلمكم انتوا باتنين خطف. قلة الادب دي، قلة الادب دي يا حلاوه. اديك عملتها يا خاين يا غشاش يا ابو عين زيغه. طب والله لو اوريك. طب خد ابعد عني. تتصور يا بابا اللي اسمه ممدوح مش نازل في الكابينه اللي جنبينا، طلع نصاب. الحل من بعض اسماء الاميره. اوعى تتحرك، هو كل شويه حد يطلع لنا بمسدس المركب دي. انا بقول يعني ما دام طلعنا نصابين زي بعض مفيش داعي للمسدس ده. اه الطيب احسن. انتوا عارفين كل حاجه عننا ولازم نخلص عليهم. نخلص عليهم؟ انتوا عايزين تودونا في داهيه؟ ايوه عقلوا واسمعوا كلام كده، هتروحوا في 60 داهيه. ثم انا عندي فكره كويسه بالنسبه للاستاذ ممدوح. انا موافق، مش لما تعرفها في الاول. ما دام بتقول فكره يبقى هنتكلم مع بعض، يعني مفيش ضرب نار، يبقى لازم نوافق. العصابه هيقتلونا. ما تخافش يا واد من ناكلوه، وراكم رجاله. مرحب عارف. عدم مؤاخذات، تفتيشات في مجرمين في سفينات، لازم نضبط عليهم ونحطهم في كلبشات. اها اكرام بوم بوم بالظبط بوم بوم. تفضل هارونا. هارونا احنا ما تقابلناش قبل كده. نحن لا نتكلم العربية. عزيز سنقام سرعاش الفيل صديقي. صحيح، هيفهموني ازاي اذا كان ما بيتكلموش عربي. هارونا فعصب بلمونة. هارونا هارونا. ايه الدوشة دي؟ في حاجة؟ لا مؤاخذة يا سمو الأميرة، حضرتك عارفة إن احنا بندور على أي حد يكون مستخبي ورا الستارة، جوه الدولاب، تحت السرير. تسمحي لنا بقى بالتفتيش؟ سمحنا لك بالتفتيش. ¶¶
حد يا سمو الأميرة، ومتأسفين على الإزعاج. يعني ما بتتكلموش عربي؟ ولا كلمة وشرف. ما انت عارف احنا لو نتكلم نقول لك على طول. الحمد لله. انكتم انت وهو لا يسمعونا. هارونا هارونا. يا سلام، كنت هتدب وافتكرهم العيلين اياهم. انا عندي فكرة. وانا كمان. وانا برضو. حد فيكم يتكلم وخلاص. قولي يا امينة. متهيألي الأستاذ ممدوح يتفضل الأول. يزيد فضلك يا أميرة. مش أميرة يعني أميرة. لا ما خلاص بقى، طلعتي بومبة. أنا قصدي يا طيبة، إحنا هنا. ميرسي. أنا بقول كده من قلبي. صحيح؟ مش مصدقاني؟ اسألي قلبي. يا ابني هو ده وقته؟ الله، اشمعنى انتوا حنان بتاعتك يا أخي؟ على الأقل أبوها وأخوها ما كانوش واقفين. أنا هفرقع. مش وقت يا زناتي، ما تتكلموا. أنا بقول نقابل قبطان المركب الحقيقي مش البراني، ونقول له على الموضوع ونسلمه الفلوس وناخد المكافأة. المكافأة؟ أيوة، 10%. والله فكرة عجيبة أوي. هو ده اللي كنت عايزة تقوليه من الصبح؟ لا طبعا، أنا كنت عايزة أقول. ما تقوليش حاجة قبل ما تسمعي فكرتي. اتكلم يا زناتي. الاتنين دول لازم نخلص عليهم حالا. يعني يا زناتي، أنا بقول نروح دلوقتي ناخد الفلوس قبل ما الجماعة التانيين يوصلوا لها، ونخبيها مع الأستاذ ممدوح وصاحبه. واشمعنى احنا يعني؟ أصل شكلكم سناكيح، ومحدش هيفكر إنكم شايلين ثروة زي دي. وإزاي استعمل ناس معرفهمش على ثروة زي دي؟ ما تخافش يا بابا، على مسؤوليتي. أنا لا يمكن أشترك في عملية زي دي أبداً. يا جدع ما تبقاش فقري. دول 500,000 جنيه. يعني كام؟ يعني ربع مليون هورر. آه. على الأقل كل واحد فينا هيطلع بحق دخان. اسمع كلامي وأنت تكسب. احنا موافقين، ولما نوصل البر يبقى لينا كلام تاني. كم؟ ربع مليون غرر. يلا بينا. يلا للقبطان ونحكي له كل حاجة تاني، ويطلع لنا برضو في صباعه خاتم. انا بقول نقابل الرئيس حسن وهيبقى اضمن. ده احنا ما صدقنا نفيدنا بجلدنا. ده لو مسكنا هيعلقنا من رجلينا على صار المركب وبعدين يسمعنا. طب هنتصرف ازاي؟ مش عارف مش عارف مش عارف. ادي اشارة بسرعة، المركب بتغرق. حاضر يا فندم. على جميع أفراد القوات التواجد على القولون للإنقاذ. المركب بتغرق! المركب بتغرق! المركب بتغرق! المركب بتغرق! والعمل يعملوا تحقيق لحد ما يشوفوا مين اللي شغل جرس الانذار، وهيعرفوا منين ان احنا اللي عملنا كده. انت مش احنا. احنا مش اصحاب ابو الصلح. للاسف. طب هنعمل ايه؟ نختفي نهائيا لحد ما نوصل البر، وننسحب من غير ما حد يشوفنا. طب وامين وحنان والمهربات اللي في التابوت؟ اسمع، انا جاتني فكره. ايه؟ انزل. كله تمام يا فندم.
المركب ما فيهاش حاجه. بلغوا الركاب ان احنا كنا بنعمل مناوره غرق. قولي يا فندم وشوف لمين اللي ضرب جرس الانذار. هم ما فيش غيرهم ولاد الابلسه ولابد هجيب ولا سطح بطن سمك واستخبوا فيها. صلاح بيتكلم مظبوط يا ممدوح. ده الحل الوحيد. حنان تقابل قبطان المركب الحقيقي وتشرح له موقفنا. واكيد بعد ما يقبض على العصابه هيسامحكوا على اللي عملتوه. طب وامينه لو بتحبك مش هيمال فلوس. انا بقى الفلوس تهمني. دول نص مليون جنيه. عارفين نص مليون جنيه يعني ايه؟ يعني عز، هدوم، عربيات، فخفخ. لكن دي فلوس حرام. والله لما هروح اشتري عربيه مش هيسالوني جبت تمنها منين. ممدوح تجننت؟ عايز تبقى حرامي؟ فين مبادئنا الحلوه يا عم؟ بلا مبادئ بلا نيله. انت هتعمل لي فيها سيمه؟ انا هتصرف بالطريقه اللي تعجبني. تعال هنا. انت رايح فين؟ ابقى 60 مجنون لو سبت ثروه زياده تطير من ايدي. عن اذنكم ممدوح. انا رايحه اقابل القبطان. لا حنان بلاش. ليه؟ مهما حصل بيني وبين ممدوح ما يخلصنيش انه يتقبض عليه ويتبهدل. يعني سيبه يعمل اللي في دماغه. اكيد في طريقه نقدر نرجعه بيها لعقله. بعد ساعة لدخول المينا. ستاند باي انجن بعد ساعة لدخول المينا. لقيتهم اللي ضربوه واللي ضربوني واللي ضربوا جرس الانذار كمان. اقبض عليهم وحطهم في الحبس حالا. تمام يا فندم. يبقى انت بقى اللي تحضر الفرح. انا عجبني كلام المادموازيل
لما قالت انها هتدفع لنا اكتر منه. انا هدفع لك ربع المبلغ. انا هاخد المبلغ كله لاننا هنخلص عليكم كلكم يعني. من ابوها ووافق. الف مبروك. لا مش معايا انا الحركات دي بقى. يلا يا اخويا يلا تعالى حماه دكتور. تعالى انت كمان. ان هم دول اللي وصلونا للعصابة. انت بقى تحضر الفرح. Thank you.